مناشدة للخلفات، مناشدة لابو البيت. من يطلع لك العامل بالخمسة الصباح هنت الله بيه، ليش تطونه مع 20؟ بس النصر عماله يوميته 20، ليش؟ انت الخلفة من تفتح لك يومية 70 هنت الله بالعامل، هنت الله بالعامل. والله احل خبزة هي خبزة العامل، مسكين لا راتب لا فلك. بالعباس شوفون هذا العامل، وحق روح الحسين وحق هذا الصباح، هاي قندرته شوفها المتروسة طين تشوالها ألف سياسي من ذول الأنذال الخياس الجبناء ذول عمال. اعطيه يوميته بدل ما 20 سوى 25، خلي يصير عنده واهز بالعمل يطلع بالخمسة الصباح أو ينطح. زين أنت الخلفة من تاخذ لك 70,000 غير تدير بالك على عمالك، سوى 25. شوف هاك شوف هذا ويا سعد تقول ديكم الونجي صاير. الله وكيلك خطيه جواكم الله علي وياكم يا ناتنا العباس، خبزتكم تاكلونها بشرف. شوفون هذا السياسي اللي بوقلم كل شهر راتبه مليار، نذل وجبان وبالليل ما ينام، الليل كله تفتر عليه بالاحلام تماسيح وفياله. انت هسه من تنام هم تفز؟ لا والله ما ينام مرتاح، خراب بالحرب تقول بزنيه ولا يفز.